سنتحدث اليوم عن نمط موسيقي له شعبية كبيرة في الوطن العربي، لأن له ارتباطا بالتاريخ والثقافة العربية أيضا في استعمال الألحان والآلات الموسيقية العربية، هو نمط الأورينتال ميتل أو الميتل الشرقي أو الميتل الإسلامي. هذه كلها تسمية تطلق على هذا النمط، ولكن إذا أردنا أن نكون دقيقين أكثر فهو ليس نمطا، بل هو نوع ثانوي عن النمط المعدني الشعبي الذي يمزج بين الهيفي ميتل والأورينتال ميتل. بدأ وظهر لأول ما في إسرائيل في منتصف التسعينات من القرن الماضي مع فرق مثل أورفنتلاند ماليتش وسالم، وهم يعتبرون الرواد في هذا المجال والمؤسسين لهذا النمط. تاريخ هذا النمط، يقول البروفيسور مارك ليفين وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب المعدن الثقيل الإسلامي الصخر المقاوم والنظام من أجل الروح الإسلامي، إن فرقة أورفنتلاند وهم المؤسسين الفعليين لهذا النمط هي تعتبر أول فرقة مزجت بين الموسيقى الشرقية والغربية، والفرقة أسست في عام 1991 والتي أصدرت أغنية دوم بعنوان البكاء العزيز، تعد أول مشروع في هذا المجال، وتوجهت إليها وسائل الإعلام على أنها شيء جديد في ذلك الحين. تعد الفرقة أيضا ظهر غريبة من نوعها، حيث أن جنسيات أعضاء الفرقة من إسرائيل، وكما يعلم الجميع العداء والمقاطعة من الدول العربية لإسرائيل، ومع ذلك نجحت الفرقة بشكل لافت من جمع قاعدة جماهيرية عربية كبيرة جدا، نجحت من خلال الموسيقى من الوصول إلى الشارع العربي. ويقال إن للفرقة قاعدة جماهيرية في المملكة العربية السعودية، وإن شعبية الفرقة في البلدان العربية تفوق شعبيتها داخل إسرائيل. السلام عليكم brothers. إيران. إيران إيران. إيران. قالوا. לראות טורקים שרים בעברית או מוסלמים שרים בעברית זה בהתחלה היה מאוד מוזר. אנחנו באים ממקום כל כך צבעוני, כל כך מיוחד, כל כך שונה ויוצא דופן. ככה המצאנו את המטל המזרח תיכוני. My friends, we are Jewish from Israel. When it comes to heavy metal and music, there is no problem because we are brothers and sisters. This is what we are. في عام 1993 تأسست فرقة ماليتش في مدينة القدس كأول فرقة معادية للمسيحية في المنطقة. كما يعلم الكل أن القدس تعتبر من المدن الدينية التي تخص الديانة المسيحية، وبدأت الفرقة مثل غيرها من الفرق المناهضة للديانات بنمط البلاك ميتل مع لمسات من الميتل كور. تضع أول إي بي للفرقة بعنوان The Sage of Letish، وفي الألبومات اللاحقة للفرقة أعطت انطباعا بأن الفرقة مستمرة في غناء نمط البلاك مع لمسات الديث والطاش بالتأكيد الحان شرقية. هناك فرقة تأسست قبل فرقة أورفنتلاند وماليتش تحديدا في عام 1985، واسم الفرقة هو سالم، لكن الفرقة لم تصدر أي عمل فني قبل عام 1992 الذي حمل اسم إنشاء الخطايا. ولدت الفرقة كفرقة بلاك ميتل وديف قبل أن تحول إلى دوم مع ألبوم الفرقة قادش، والذي صدر في عام 1994 والذي أخذت كلماتها طابع الشعر ونقلت من بعض الأشعار. ويتميز الألبوم بوجود أغنية باللغة العبرية هي أغنية الإيديشية، وبالطبع مشاركة الألحان الشرقية في هذا الألبوم واستخدام الطبلية أو الدابكة. في منتصف التسعينات بدأت فرق إسرائيلية أخرى في السيارة في نفس الطريق، أي مزج موسيقى الغربية مع الموسيقى العربية، وأدركت ميري ميلمان بأن إسرائيل تمتلك كم كبير من الثقافة والتاريخ والتقاليد والتي يجب أن لا يتم تجاهلها من خلال الموسيقى، وقامت بتأسيس فرقة في عام 1996 على أنها أول فرقة في المنطقة تقودها إمام، وكان أول ألبوم للفرقة في عام 2006، وبعدها بعامين أي في عام 2008 تم إطلاق الألبوم الثاني. طبعا كما ذكرنا أن هذا النمط مشتق من نمط المعدن الشعبي، ولكن الأورينتال يتميز عن الفلكلور بأنك تستطيع أن تمزجه مع العديد من الأنماط الأساسية، مثل أن تستطيع أن تستمع إلى الهاردكور مع الأورينتال كما تفعل فرقة ميليتش، أو مع الدوم كما تفعل فرقة سالم. أما فرقة أورفنتلاند فهي تقدم دوم ممزوج بالأورينتال. تستطيع أن تميز هذا النمط من خلال الاستماع إليه، فحتما ستسمع إلى بعض الألحان الشرقية وربما بعض الآلات مثل القانون، العود، وربما الألحان الحزينة على آلة الكمان. وهذا هو الفيديو.
في الحقيقة كنت أريد أن أفعل هذا من زمن, أن أتكلم عن موسيقى الميتل أكثر, وهذه التجربة الأولى لي التي أحاول أن أقدم مادة علمية دعونا نقول فيما يخص الميتل. ولأكون صادقا, لست أنا من كتب هذا الكلام, الذي كتبه هو أحد الصفحات الفيسبوك التي سأضع رابط الصفحة أو المقال الذي نقلته منها إذا كان يريد أحدا أن يتابعها. وهذا كل ما عندي اليوم, وشكرا على المتابعة. إذا عجبك الفيديو ضع لايك, وأنا أتأسف جدا على أي نطق خطأ بما يخص اللغة الإنجليزية, فأنا لست متمكنا من اللغة لأكون صراحة جدا. وحسنا, هذا كل ما عندي. إلى اللقاء.